اهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي اول مره يشوفني انا اسمي وفاء، ويا ريت اللي ما اشتركش في قناتي ينزل تحت يعمل سبسكرايب ويفعل زر الجرس عشان يوصله اي اشعارات باكلاتي الجديده. وبرضه ما تنسوش لو عجبكم الفيديو، وان شاء الله يعجبكم، يا ريت تعملوا لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ان شاء الله. اكلتنا النهارده زي ما انتم حضراتكم شايفين كده هي اجنحه الدجاج، معموله بثلاث طرق مختلفه، لان الاجنحه بالذات ما لهاش اجماع من افراد الاسره، في ناس بتحبها كده ناس بتحبها كده، فعملتهم بثلاث طرق، وتقريبا البدايه بتبقى بنفس التتبيله. طبعا الاجنحه كل جناح بيتكون من ثلاث اجزاء، الجزء الرفيع خالص ده اللي في النهايه ده بيتقطع وبنرميه، وبعد كده الجزئين التانيين، الجزء اللي هو متصل بالصدر والجزء التاني بيتقسموا من عند المفصل، بحيث بيبقى كل جزء لوحده. ادي طريقة، والطريقة الاولانية دي طريقة، وبالباربيكيوسوس طريقة، بس في النهاية هما بيتشاركوا في الاول في التتبيلة، فبتسهل علينا الموضوع، ما بيبقاش فيه اختلاف كبير قوي او مجهود كبير قوي ان انا هعمل دي بطريقة مختلفة خالص ودي طريقة مختلفة خالص، لا تقريبا يعني بتبقى سهلة في التطبيق. طبعا اجنحة الدجاج بنجيبها بتتنقع في دقيق وملح وخل، تقريبا بنقعها نقعتها لمدة ساعة، وبعد كده شطفتها كويس قوي. ومهم قوي قبل ما نبتدي نشفها كويس قوي بتشو مطبخ علشان ما يبقاش فيها اي اثار مية، وبالتالي تشرب التتبيلة كويس. زي ما حضراتكم شايفين كده بنفصلها من عند المفصل، ما بين المفصل ده بفصل الجزء ده عن الجزء ده، يعني ما بخليش الجزئين بتوع الوينجز او الجزئين بتوع الجناح متصلين ببعض، بخلي كل جزء لوحده، وطبعا يتنشف كويس قوي. وبعد كده ابتدي ان شاء الله احط التتبيلة. الاجنحة من الاكلات اللي هي مش يمكن مش منتشره قوي، لكن صدقوني ما تعملوها بكذا طريقه كده هتجيبيها كتير وهتعمليها كتير يعني ان شاء الله. بتتاكل مع في الاخر مع رز، مع خضار سوتي جنبها، او مع سلطه، مع لسان العصفور، معمول لوحده، مع برغل او فريك. يعني بالنسبه لي انا مش بستطعمها قوي مع المكرونه، لكن ممكن تتقدم مع اي حاجة يعني. فبعد ما نشفتها كويس قوي بتشو مطبخ، ببتدي احط التتبيلة. طبعا المقادير والكميات كلها تبقى ان شاء الله مكتوبة في صندوق الوصف. طبعا ملح وفلفل اسود وثوم بودرة وبصل بودرة وبابريكا، واهم حاجة اللي انا بحبها قوي اللي هي الاوريجانو والريحان، وبحط برضه طبعا ثوم مفروم. ده الملح والفلفل الاسود، ودي البابريكا، ودي البابريكا، وبعد كده الاوريجانو والريحان، ده الريحان، والاوريجانو بعد كده، والثوم البودرة والبصل البودرة، وثوم مفروم مش باودر، حوالي معلقة كبيرة ثوم مفروم، ده الثوم البودرة، وبسيبها في التتبيلة تقريبا يعني كل ما طولت يبقى أحسن عشان تشرب في التتبيلة. يعني لو عملتيها من بالليل وعملتيها تاني يوم مفيش مشكلة، 3 4 ساعات مفيش مشكلة، بس يعني ما تبقاش أقل من ساعة أو اتنين في التتبيلة. يعني بالنسبة لي أنا تبلتها تقريبا قعدت في التتبيلة 5 ساعات. خلصنا كده خلاص، حطينا الملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم الباودر والبصل الباودر والثوم المفروم والبابريكا قلتها، ونغطي العلبة ونحطها في التلاجة لمدة كذا ساعة. ده بعد ما قعدت كذا ساعة في التتبيلة، في جزء منها في تلت منه بسيبه زي ما هو، ده بحطه في صاج الفرن، ومحطوط عليه ورقة زبدة علشان لحد ما ممكن تلزق شوية، فما يضايقنيش في التنظيف بعد كده. ده تلتهم بتتبيلته دي خلاص، ما بعملش فيه حاجة تاني. وبعدين التلتين التانيين
بحط كوباية دقيق زي ما انتم شايفين كده، كوباية دقيق وربع كوباية نشا وملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم بودرة في التتبيلة بتاعت اللي فيها الدقيق والنشا. بعد كده بغمس فيها كل التلتين الأجنحة، بغمسها في الدقيق كويس قوي وانفضها، وبعد كده ارصها على صاجة الفرن. يبقى كده في تلت منهم بتتبيلته الأولانية اللي بعد ما طالع من التلاجة ده بحطه في الصاج زي ما هو، ما بعملش فيه حاجة تاني، والتلتين التانيين بحطهم في تتبيلة النشا والدقيق والتوابل. طبعا بقلبها كويس بحط بقى التلتين الباقيين، تلت هنا انا رصيته من غير تتبيلة خالص، من غير قصدي يعني بتتبيلته الأولانية اللي يتحط فيها في التلاجة، خلاص ما بتحطش لا في نشا ولا في دقيق، والتلت ده بيدخل الفرن ويخرج وهو بيتاكل على كده خلاص. التلتين التانيين بقى هحطهم في النشا والدقيق، وبعد كده لما يخرجوا من الفرن لسه هنعمل في تلت منهم بقى في نص، يعني التلتين التانيين دول بقسمهم نصين بقى، نص بسيبه زي ما هو خلاص، والنص التاني بعمل له باربيكيو صوص. ده بيخش الفرن على درجة حرارة تقريبا 200 وممكن 220 على درجة عالية لمدة تقريبا من 40 ل 45 دقيقة، وفي خلال الفترة من ال 40 ل 45 دقيقة في نص المسافة كده، يعني تقريبا عند 20 أو عند 25 دقيقة، بقلبه على الناحية، بقلب واحد واحد، أمسك جناح جناح لازم أقلبهم على الناحية التانية أهو، تلتهم مفيش فيه إلا التتبيلة الأساسية، والتلتين التانيين حطه في الدقيق والنشا. ده بعد ما خرج من الفرن. التلت الأولاني خالص اللي بالتتبيلة اللي فوق، اللي فوق الصف اللي فوق ده هشيله خلاص، ده هيتاكل على كده خلاص، ما بعملش فيه حاجة تانية. زي ما قلت لحضراتكم 40 45 دقيقة، وفي نص المسافة بيتقلب على الوش التاني، واحد جناح جناح لازم اقلبه على الوش التاني. بعد كده ببتدي بقى اعمل صوص الباربيكيو اللي هغمس فيه التلت منهم. سوري. ده صوص الباربيكيو، بحط معلقه صوص معلقه كبيره صوص باربيكيو على حسب طبعا الكميه اللي حطيناها، ومعلقه كاتشب ومعلقه صغيره عسل نحل، لقيته لسه غامق شويه فحطيت عليه كمان شويه كاتشب وبعدين معلقه صغيره عسل نحل، وبقلبه تقليبه على النار، وبعد كده بغمس فيه تلت الاجنحه وتقليبه برضو على النار كده، وبعد كده ارجع تاني اردهم في الصينيه تاني، صينيه الفول على نفس ورقه الزبده مع التلت اللي هو زيه برضو بالنشا، بس ما تحطش هو باربيكيو صوص عشان بيكمل سواه، لانه بيبقى لسه ما استواش من الدقيق والنشا اللي فيه. أكلة لذيذة وإن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله اللي ما بيحبش الأجنحة هيحبها بعد ما يجرب، على الأقل على الأقل هتعجبه طريقة أو اتنين من الطرق دي، وهيبتدي بعد كده يجيب الأجنحة وتعملوها إن شاء الله. بعد ما تقلبتين كده على مع الباربيكيو صوص برجع أردها تاني في صاج الفرن مع التلت اللي كان برضو بنشا ودقيق وبهارات عشان يكمل تسويته تاني في الفرن، طبعا على نفس الصاج وعلى نفس ورقة الزبدة يعني ما بغيرهاش تاني، هي نفسها، وارجع ارده في الفرن تاني على حوالي 5 إلى 7 دقايق على درجة كمان اعلى، يعني لو كنت حاطه على 200 ممكن احطه على 220، لو كنت حاطه على 220 على 220 ممكن احطه على 240، ال5 7 دقايق دول. طبعا اللي فوق على اليمين هو دي اللي هي بالتتبيلة الأساسية اللي ما عملتش فيها حاجة تانية، اللي هي بالتتبيلة الأولانية خالص اللي حطيتها في التلاجة، واللي تحت ده هو ده بالباربيكيو صوص، واللي فوق على الشمال ده اللي هو بعد ما حطيت التتبيلة الأولانية حطيته بعد كده في الدقيق والنشا وملح وفلفل أسود وبابريكا وبودر الثوم ودخلته الفرن تاني. فكده بقى 3 أنواع. ان شاء الله يرضوا جميع الاذواق في البيت، اذا كان حد من الاولاد حد بيحب الباربيكيو، حد تاني ما بيحبش الباربيكيو بيحب التتبيله كده على طول زي كده مثلا، او حد تاني بيحبها مقرمشه شويه فيها النشا والدقيق،
وهم عموما كلهم بيبقوا بالذات الاتنين اللي فوق مقرمشين من بره وطراي من جوه وطعمهم لذيذ جدا. وصحتين وهنا، شكلهم مشهي وشكلهم جميل، وإن شاء الله يعجبوكوا في الأكل بإذن الله. وأستنى دعمكم للقناة، وأستنى تعملوا سبسكرايب، تنزلوا على الزر الأحمر تدوسوا عليه، هيظهر لكم زر الجرس تفعلوه عشان يوصلكم إشعارات بالأكلات الجديدة، وإن شاء الله تعجبكم الأكلة، وتعملوا لايك وشير علشان توصل لأكبر عدد إن شاء الله من الناس. وصحتين وهنا، ثلاث طرق بنفس، يعني يعتبروا بنفس الطريقة، ما بذلتش فيهم مجهود إن كل واحد بطريقة مختلفة أو عن التاني. يعني شكلهم جميل وشكلهم مشهي ويتاكلوا على طول. يعني وصحتين وهنا، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد بإذن الله.